أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الأهلي والمصري التي تقوم بالجولة 28 المؤجلة من الدوري المصري اليوم الأحد 20 مايو 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل، وتقوم المباراة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. ويدخل فريق الأهلي هذه الجولة ويحتل المركز الأول بالصدارة برصيد 85 نقطة، كما يحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 63 نقطة. وتقوم مباراة الأهلي والمصري المؤجلة الأحد 20 مايو 2018 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر، والثانية 10 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والحادية 10 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثامنة مساء بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بالسماشر عبر قناة النيل للرياضة ونسبورت اتش دي ودي ام سي سبورت اتش دي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.